ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحة هو يوم تتجيبنا إن شاء الله. كورس الفرحة دعاء سورة التكوير الآن أي سبع إن شاء الله continue from آية تبدأ سورة and revise other سورة إن شاء الله from سورة الانتظار to سورة الناس and about your recitation you are in سورة المون continue إن شاء الله reading سورة المون. About your sister we only revise from سورة الزلزلة to سورة الناس and read different examples from نور البدر. I'm gonna read إن شاء الله عن طريق الله الشيطان الرجيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. جزاك الله خيرا فرحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.